يقول في فقرته الثانية: هل يجوز صيام أيام التشريق؟ لا، إلا عن دم متعة أو قران، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا عن دم متعة أو قران. فالمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، وقد قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم. فإذا لم يصمها قبل أيام التشريق فإنه يصومها أيام التشريق: 11، 12، 13. نعم.